إلى حد الآن لم يصل إلى شخصي أي استدعاء، لكن ما بلغني من المجلس الشعبي الوطني بصفتي نائب هناك طلب لرفع الحصانة عن النائب محمد جميعي. ما أؤكد أمامكم، لم أطلع على الموضوع إلى الآن، لكن ما وصلتني أنه يخص خلاف أو يخص شخص، مسألة شخصية. لما يصلني استدعاء المجلس الشعبي الوطني سوف أتنازل عن حصانتي مباشرة. قبل هذا الشيء سأقوم، وحين يصلني ذلك فيما يخص منصبي كأمين عام، سوف نأخذ القرار جماعيا في المكتب السياسي.